السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون يونت 7 لسن 3. طبعا كالعاده هنبص على الكلمات الاول. يلا بينا. طيب لو انا عندي حيوانات صغيره لسه مولوده واخواتي يعني لسه مولودين مع بعض كده زي الارنبه مثلا ما بتخلف 10 15 20 ارنب كده بنقول عليهم letter. تاني بص التي فلما بتلاقي حرف التي ما بين تو فاولز زي الاي والاي والاو واليو والاي وحرف الواي كده رخام. لو لقيت التي ما بين حروف دي طبعا توكل طرف لساني بيخبط في سقف بقي وبيجري فاقول letter. طيب حديث الولاده بقول عليه newborn. بلاش تقول نيو، لا هي newborn. طيب السلاله او الذريه يعني مثلا عايز اجيب سلاله معينه من خلفه قرارب معينه فبقى عليها كده offspring. بص ما قلتش spring، الان مع الجي بتشيل الجي وبعلق الان شويه spring. طيب الحيوانات المفترسه اللي بتاكل الحيوانات التانيه اسمها predators. طيب والكائنات الحيه اسمها organisms. تاني organism حط لها اس تبقى organisms. نوع او فصيله من الحيوانات اسمها species. البيئه اللي بيعيش فيها الحيوانات اسمها او البيئه عموما اسمها environment. تاني environment. وما تتكاش على التيلي في الاخر، ما تقولش environment، لا environment. لو انت مثلا عندك كلب ذكر وكلبه انثى، لو اتجوزوا مع بعض وجابوا كلاب، الكلاب دي بقى اسمها letters. تمام اتفقنا. طيب الكلاب دي بيبان عليها صفات معينه، ممكن تلاقي كلب ابيض كلب اسود كلب لونه جولد وهكذا، فالصفات او السمات دي اسمها traits. برضه في سمات او خصائص اسمها characteristics. بالراحه characteristics. طيب لو انا عندي مثلا كلب لونه ابيض متجوز كلبه لونها بيضه، برضو هيخلفوا كلب الكلب ده هيرث منهم هيتوارث منهم صفه اللون الابيض فيورث اسمها inherit. يعني مثلا لو انت عينك زرقاء فهتلاقي مثلا بابا عينه زرقاء وماما عينها زرقاء فاخدت منهم الصفه دي، فانت كده ايه inherited، توارثت منهم الصفه المعينه، صفه بقى لون شعر لون عين لون بشره طول اسر وهكذا فايها يرث inherit. طيب لما بيكون في مثلا حيوان عايز ياكل حيوان مفترس عايز ياكل اللي هو البريديتور عايز ياكل الفريسه بتاعته، فريسه يعني prey هي مش موجوده عندك بس انا بقولها لك. طيب لو الحيوان بقى ده ما اتاكلش، الحيوان ده بقى هرب منه وبقى على قيد الحياه لسه عايش بقول عليها كده survive. اما بقى كلمه البقاء على قيد الحياه انك تبقى لسه عايش يعني اسمها survival. تاني survival. ممكن مثلا تلاقي حيوان مش قادر يتاقلم او يتكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها فبيبدا يتاقلم او يتكيف عشان يعرف يعيش ويفضل ويبقى في سيرفايفل يعني لسه يبقى على قيد الحياه، فهنا يتكيف او يتاقلم دي يعني adapt. اما بقى التاقلم او التكيف ده اسمه adaptation. وده اللي نعرفه النهارده عن الارانب لما ليه بقى عندها ودان طويله عشان يبقى في adaptation للبيئه اللي هي عايشه فيها للانفايرمنت اللي هي عايشه فيها، وهنعرف كمان الودان الطويله دي لازمتها ايه. طيب بعد كده بيكون مثلا في حيوان عنده فرو كده، الفرو ده بيستخدمه للتمويه للهروب، ففرو للتمويه اسمها فرو اصلا يعني fur وللتمويه يعني camouflaged fur. طيب منقار يعني بيك. طب منقار طويل بص long beak يبقى long beak يعني منقار طويل، وده بيكون عند بعض الطيور علشان تاكل بيه السيدز البذور وهنعرف برضو ده النهارده. طيب كائن حي يعني living وكائن يعني creature ممكن تسمعها creature بس خليها كده living creature. تاني living creature. طيب بيئة طبيعية يعني natural world. طيب مكان آمن يعني safe. طب مكان آمن
اكتر بقى بنقول عليها safer 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 اكثر امانا. طيب عايز اقول اكثر صحه اسمها healthier 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 وصوت يعني sound sound sound. الجو الحار بقول عليه hot weather hot weather hot weather. طيب مرور الوقت بقول عليه overtime 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 يعني عايز اقول قريب او بعد وقت قصير يعني فبقول عليها soon soon soon. حاجه مميزه او حاجه مخصوص اسمها special 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 special. صعب يعني hard 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 ويخلط يعني mix mix mix. بص مفتاح يعني key key بس هنا في الليسن هنا معناها اساسي. فلما اقول مثلا key character يعني الصفه الاساسيه او الشخصيه الاساسيه او السمة الاساسية key character key character. طيب بيكبر في العمر اسمها get older get older get older. يصطاد الحيوانات اسمها hunt 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 hunt. فالصياد اسمه hunter hunter hunter. طيب يظل باردا او يفضل ساقع يعني اسمها stay cool stay cool stay cool. يظل على قيد الحياة اسمها stay alive stay alive stay alive stay alive. طب يظل دافئا يفضل دافي يعني اسمها ايه؟ ها stay warm stay warm stay warm. يتشارك حاجه يعني لو معاك رغيف مثلا عايز تتشاركه مع اللي حواليك اسمها share 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 share. تشارك بقى معلومه تشارك فلوس تشارك بوست على الفيسبوك دي اسمها share share. يسمع جيدا يعني hear well hear well hear well. ويتحرك يعني بص 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 move move ممكن تطلع كمان move move يبقى move او move الاثنين صح. ياتي من يعني come from come from come from. طيب يعيش اطول يعيش لمده اطول يعني اسمها live longer live longer live longer live longer. وخلي بالك ان ال ار في اي دي live يعيش وبمعنى كمان live مباشر الاثنين نفس الحروف بالظبط بس مره تتنطق live بمعنى يعيش ومره تتنطق لايف بمعنى مباشر حاجه بتحصل مباشر زي الماتش المباشر كده. طيب يمرر حاجه يعني مثلا لو معاك كرتون عايز تمررها للي جنبك او لو معاك كره عايز تبصيها للي جنبك اسمها باس باس باس. يناسب يناسب يعني سوت سوت يعني مثلا انا جايب مثلا قميص عايز اقول القميص ده يناسبني فبقول this shirt suits me suits me وحطيت الاس بتاعت البريزنت سيمبل. طبعا احنا شرحنا ده في الجرامر في اول لسن فالسوت يعني سوت يعني ايه يناسب. انا لسه قايلها لك انت غريب جدا. طيب كلمه ديفلوب يعني يعني يطور او ينتج ها ديفلوب ديفلوب ديفلوب. بعد كده عندي طبقه طبقه يعني لاير طبقه من الدهون بقى دهون يعني فات يبقى بص a layer of fat. بص بص تاني a layer layer of fat طبقة من الدهن او الدهون. الجو البارد او المناخ البارد اسمه cold climate تاني cold climate cold climate. حرارة حرارة يعني heat heat heat. الحيوان اللي عنده قرن قرن يعني horn 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 فجمعها horns horns horns. في حيوانات مثلا بتغير اللون تغير اللون يعني change colors change colors بتغير الالوان change colors. طيب الاشياء المحيطه حوالينا بنقول عليها surroundings بالراحه surroundings surroundings surroundings. what is surroundings خلي بالك ال NGS ولا زي ings ings surroundings surroundings. يعكس يعني reflect فانت لو معاك شعاع ضوء وحطيته على المرايه فيحصل له reflection انعكاس فيعكس يعني reflect reflect reflect. طيب ورقة الشجر اسمها leaf 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 وجمعها leaves leaves leaves. فشلت الاف وحطيت ايه v e s leaf بقت leaves. البذور اسمها seeds seeds seeds. يستخبى يعني hide hide hide. موطن الحيوان او الموطن عموما اسمه habitat habitat habitat. يبقى موطن مثلا الارنب كذا موطن التمساح كذا الهابيتات هابيتات. طيب منطقه قطبيه عندنا مثلا القطب الجنوبي والقطب الشمالي. القطب الجنوبي المنطقه القطبيه بنقول عليها ايه بولر بولر بولر. وصحراء يعني ديزرت ديزرت ديزرت. وخلي بالك دي ديزرت يعني صحراء دي بقى باتنين اس اسمها ديزرت
ديزرت، بعد ما بتاكل بتاخد ديزرت تحلية. لو في ارض نزل عليها مطر او شتاء او بقت ارض مبلولة بقى اسمها wetland wetland wetland. اما الارض العشبية اسمها grassland grassland grassland. بس يا سيدي دي كانت الكلمات، بعد كده تعالى اوريك بقى الديفينيشنز وريد اند ليرن. طيب الديفينيشنز او تعريفات اهم الكلمات اللي موجوده في اللسن، هيديني الديفينيشنز بتاعتها. وزي ما قلت لك انت مش بتحفظ الديفينيشن، لا انت بتفهم الديفينيشن عشان تدي الكلمه، تدي الكلمه مش مطلوب منك الجمله، انت مطلوب منك الكلمه. فاول حاجه تو ادابت يعني تتاقلم او تتكيف، دي معناها ايه؟ تو تشينج يعني تغير، تو سوت يور انفايرمنت يعني تغير حاجه معينه علشان تناسب البيئه اللي انت عايش فيها، هو ده معناه تو ادابت. يعني مثلا لو انت قصير في بيئه كل اللي فيها طوال، فانت يو هاف تو ادابت، تعمل كل حاجه عشان تطول، انت كده بتعمل ادابتيشن. اتفقنا؟ طيب تريت يعني سمه او صفه، فبيقول لك ايه؟ اكي كاركتر ذات ان اورجانيزم هاز. طيب يبقى اي يعني ايه تريت؟ يعني انا مثلا التريتس اللي فيا مثلا شعري ناعم مثلا، فدي كي كاركتر فيا وانا كائن حي، فانا التريت اللي عندي اني شعري ناعم. اي مثلا حيوان عادي عنده مثلا تريتس صفات، فاي صفه في الحيوان ده بيقولوا عليها تريت. مثلا الاسد عنده نب هنا ونب هنا، فدي تريتس في الاسد. عنده مثلا لونه مثلا اصفر او اورنج باهت كده، هو ده تريت في الاسد. عندك مثلا شعر اللي بيبقى حوالين راسه، دي تريت في الاسد. عندك مثلا الارنب اللي ودنه طويله، فموضوع ان ودن الارنب طويله فدي تريت، دي سمه صفه في الايه؟ في الارنب. الزرافه مثلا رقبتها طويله، دي تريت. فاي حاجه بترمز لحاجه معينه في حيوان او هي دي صفه فيه او سمه فيه بنقول عليها تريت تريت. فبيقول لك زي ايه مثلا؟ زي الكاموفلاج فر او اللونج بيك. يعني مثلا عندك طائر عنده لونج بيك منقار طويل، دي تريت، دي صفه، دي سمه في الطائر ده. تو انهيرت يعني يرث، هنا بنقول تو جيت كاركترستكس فروم يور بيرنتس، يعني بابا وماما شعرهم ناعم فانت هترث منهم الشعر الناعم. مثلا الزرافه رقبتها طويله، هتخلف زرافه رقبتها قصيره؟ لا، هتخلف برضه زرافه رقبتها طويله، هنا هترث منها صفه طول الرقبه. طيب بعد كده بيقول لي الليتر، ايه هو الليتر او تعريف الليتر ايه؟ قلت لك هو مجموعه حيوانات لسه مولودين. فهنا بيقول لي ايه؟ a number of baby animals، شويه حيوانات صغيرين كده لسه مولودين. مالهم بقى؟ born from the same parents at the same time. يعني مثلا الارنبه لما بتخلف 10 15 ارنب، ال 15 ارنب دول عليهم بنقول عليهم كده الليتر، ليتر او ليترز، ليترز شوية حيوانات، عدد من الحيوانات لسه مولودين ومولودين مع بعض، يعني لسه صغننين وتولدوا في نفس الوقت، بنقول عليهم letter letter letter. طيب النيو بورن، تعريف النيو بورن ايه؟ حديث الولادة اللي لسه مولود. بيقول لي كده a baby animal a baby animal حيوان صغنون has just been born، لسه مولود حالا او لسه مولود عموما يعني صغنن كده. طيب بقى كده بيقول لي الاوفسبرينج اللي هو السلاله او الذريه، بنقول عليها a person's child or animals or an animals or plants baby. يعني من الاخر اي حاجه لو انا مثلا خلفت فبقول على الولد ده ذريتي او من سلالتي. لو في كلب خلف فالكلب الصغنن ده من ذريه الكلب الكبير ده او من سلالته. لو في نبات كبر فالنبات ده من سلاله معينه. فهو يعني ايه offspring؟ يعني سلالة او ذرية. طيب بعد كده الاورجانيزم الكائن الحي بنقول عليه a living creature، يعني عبارة عن كائن حي. all animals and plants يعني كل النباتات والحيوانات بنقول عليهم ايه؟ كائنات حية organisms. طيب بعد كده بيقول لي species النوع او الفصيلة، a group of animals a group of animals يعني مجموعة من الحيوانات، or plants او النباتات that are very similar بيبقوا شبه بعض جدا 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 and share the same characteristics وبيتشاركوا نفس الصفات او السمات اللي موجوده. يعني مثلا نقول مثلا الكلاب الارانب الزراف الفيله وهكذا. طيب survival، قلت survival يعني البقاء على قيد الحياه، دي معناها staying alive انك تفضل لسه عايش. in the natural world في البيئه الطبيعيه اللي انت بتعيش فيها. This can be hard وعلى فكرة دي حاجة ممكن تكون صعبة.
for many plants and animals بالنسبة لنباتات وحيوانات كتيرة. ليه؟ مثلا لو انا قلت مثلا شفت انت مش القطط بتاكل الفران توم اند جيري، مش القطط تاكل الفران، يبقى الفران بالنسبة لها صعب ان هي تفضل survived او لسه عندها survival بسبب ان هم عندهم حيوان دايما بيدور عليهم عشان ياكلهم. فالقط لو شاف فار بياكله على طول، والكلب لو شاف قطة بيعضها وبياكلها وين كان. ففي حيوان بيفترس حيوان، فهو ده اللي بنقول عليه survival. survival انك تفضل لسه عايش، انك ما تموتش يعني. زي كده بالضبط الاسد لما بياكل الغزال، اول ما الاسد بيشوف غزالة بيغب ينقض عليها عشان هي بتكون الفريسة بتاعته، عايز ياكل لازم ينقض على الغزالة عشان ياكل عشان يفضل هو الكينج، هو يفضل عايش اما الغزالة بتموت. لكن لو الغزالة فرت من الاسد فالغزالة بتبقى survived، بتبقى خلاص عندها survival، تبقى لسه موجودة على قيد الحياة. بس فهمت؟ فهمت؟ تعال نشوف اللي بعده. طيب الكاركترستكس الصفات او سمات بيقول عليها special traits، يعني سمات خاصة. مالها بقى؟ that make an organism special or different from others. يعني ايه مثلا اللي بيميز القطط عن الكلاب؟ شوية صفات في القطط وشوية صفات في الكلاب. ايه مثلا اللي بيميز الزرف؟ رقبها طويل. الفيل انه عنده زلومة. هي دي الكاركترستكس. بعد كده بيقول لي الانفايرمنت. ايه هي الانفايرمنت؟ الانفايرمنت يعني البيئة، والبيئة دي عبارة عن كل حاجة حواليك، حاجات بقى تقدر تمسكها او حاجات تقدر تعيشها كظروف بقى طقس او مناخ او كده. مثلا فبيقول لي ايه the surroundings، يبقى the environment البيئة معناها ايه the surroundings، كل ما يحيط بك كل حاجة حواليك. وبعدين all conditions او اي حالة انت بتعيشها زي حالات الطقس مثلا، in which a person, animal, or a plant lives. يعني مثلا لو في نبات بيعيش هنا فكل اللي حواليه ده اسمه الانفايرمنت البيئة، انا بعيش هنا فكل اللي حواليه ده اسمه البيئة الانفايرمنت. طيب بقى كده عندي البريدتر. بريدتر يعني ها حيوان مفترس. بيعمل ايه بقى؟ بيقولك animals هي حيوانات that naturally prey on others، هي عبارة عن حيوانات بتفترس حيوانات اخرى، بتاكل حيوانات اخرى، هو ده البريدتر. بس يا سيدي دي كانت الديفينيشنز اللي عندك. بعد كده عندي ريد اند ليرن، وتعالى نشوف بيقول لي ايه في ريد اند ليرن. بيديني الصوره دي وبيقول لوك ات ذس ليتر، بص 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 على اولاد الارانب الصغننين دول، ها اوف نيو بورن رابتس، شويه ارانب صغننين كده عايزك تبص عليهم. بيقول لك they look very different from their parents. ايه ده؟ شكلهم مختلف قوي عن ابهاتهم وامهاتهم، صح؟ بس بيديك الام والاب الكبار ومديني الصغننين، بيقول لك بص عليهم كده شكلهم مختلف قوي عن ابوهم وامهم، صح؟ اه صح. وبعدين but soon، ولكن قريب their eyes will open، عينهم هتفتح. وبعدين and their fur will grow، وكمان هينمو على اجسادهم الفرو. يبقى بيقول لك بص على الارانب الصغننه دي شكلهم مختلف قوي عن ابوهم وامهم، صح؟ عادي عادي، قريب عينيهم هتفتح والفرو هي ايه؟ هينمو على جسمهم. As they get older، كل ما هيكبروا كل ما عينيهم هتفتح، كل ما الفرو بتاعهم هي ايه؟ هينمو عليهم وهيبقوا شبه ابوهم وامهم، وهيتجوزوا تاني وهيخلفوا ارانب صغننين كده، وهيحصل نفس اللي بيحصل ده كل مره. بص يا سيدي بيقول لك the rabbits الارانب in a letter will look similar to each other. الارانب وهم صغيرين بيبقى شكلهم كلهم نفس، بص فين الصوره الصغيره، كلهم لحم حمراء كده صغننه كلهم شبه بعض. بس كل ما هيكبروا كل ما هيكتسبوا سمات مختلفه. في ارنب هياخد سمه من مامته، في ارنب هياخد سمه تانية من باباه، ارنب هياخد فرو لونه اصفر، واحد هياخد فرو لونه ابيض، واحد هياخد فرو لونه اسود، واحد هياخد فرو اسود والتاني اسود فابيض، وهكذا. فبيقول لك ايه؟ طيب بعد كده بيقول لي the offspring السلاله بقى والذريه كلها مالها have inherited some traits. هنا بقى يقول لك السلاله هنا توارثت بعض الصفات. يعني مثلا هتلاقي بص ارنب، ارنب كده هتلاقي ارنب مثلا، لو هنقول مثلا عندنا ارنب ابيض متجوز ارنبه جولد ذهبي، فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي مثلا السلاله بتاعتهم ممكن تلاقي ارنب كله ابيض، ممكن تلاقي ارنب تاني كله جولد، ممكن تلاقي ارنب نص ابيض ونص جولد، ممكن تلاقي ارنب ابيض وفي حتت جولد، ممكن تلاقي ارنب جولد في حتت بيضه. فهنا بس بيقول لك ايه؟ ان الاوف سبرينج، ان السلاله او الذريه دي عملت ايه؟ have inherited some traits from their mother and some traits from their father. يعني هي الارنب الصغننه دي ما بتاخدش كل الصفات
من الاب ولا كل الصفات من الام، تاخد حبه من الاب وحبه من الام، ويطلعوا هما كده ويتوارثوا بقى ايه، ويخلفوا تاني ويتجوزوا تاني ويخلفوا ارانب تانية صغننة وهكذا. بص بيقول لي ايه، they may have the same fur، ممكن يبقى عندهم نفس لون الفرو بتاع باباهم او مامتهم، ها اللي هو ايه، they may have the same fur color as their mother or their father or a mix of the two، او ممكن يبقى عندهم خليط من لون الفرو، نص من هنا ونص من هنا. طب افرض الارنبتين ابيض، ارنب ابيض وارنبه بيضه، هيخلفوا فرو لونه اسود؟ اكيد لا، ما هو الصفات هنا بيضه والصفات هنا بيضه، فخلاص مش هنلاقي غير الارانب كلها لونها بيضه. بس انا بتكلم على لو ارنب لون والارنبه الثانيه لون، فهنا بقى في اختلاف في الالوان. فالايه، طب وعلى شرط، مش شرط ان الصفات بس تبقى في لون الفرو، ممكن تبقى في طول الودن، ممكن تبقى في شكل الرجل وهكذا. طيب بص بعد كده بيديني الصوره دي بيقول لي soon their ears will start to grow، ايه ده ايه ده ايه ده، ده كمان ودنهم هتبدا تكبر اكتر واكتر واكتر. وبعدين having long ears is a key characteristic، تاني كده having long ears is a key characteristic of a rabbit. بص بيقول لك ان الارنب يكون عنده ودان طويله، دي سمه او صفه اساسيه في الارنب، لان ده كمان هيساعد الارنب انه يبقى survive، يبقى لسه على قيد الحياه، هنعرف ده دلوقتي. بيقول لك why do rabbits have long ears، طب هي ليه الارانب عندها ودان طويله اصلا؟ تعالوا وانا اقول لك. بيقول لك rabbits have lots of predators، الارانب عندها ايه، حيوانات مفترسه كتير عايزه تاكل الارانب، يبقى عندها ايه، predators كتيره. وبعدين bigger animals that hunt and eat them، حيوانات البريدرز دول عباره عن حيوانات اكبر في الحجم بيصطادوا الارانب وياكلوهم، فاللونج ايرز بتساعدهم في ايه؟ هيقول لك اهو the long ears help rabbits to hear well، فتلاقي الارنب كده ودنه الكبيره دي بتساعده ان هو يسمع كويس، فيبدا ايه، يسمع اقل الاصوات حواليه، فكمان بيخلي ودنه دي تتحرك، فلما تتحرك يبدا يسمع من كل الاتجاهات، فيبقى عارف الصوت جاي منين. بص هيقول لي ايه، their ears can move، كمان ودنهم دي بتقدر تتحرك، so the rabbit، عشان كده الارنب knows where a sound is coming from، بيبقى عارف كمان ان الصوت ده جاي منين. the long ears، وكمان الودان الطويله دي بتعمل ايه، help the rabbit stay cool، يعني لو الجو حر الودان الكبيره اللي انت ما تعرفش خصائصها او صفاتها دي ايه، بتخلي الارنب في الجو الحر cool، جسمه كده رطب شويه ومش حران قوي يعني عشان ما يموتش من الحر، وكمان بتخليه warm، بتخليه دافي في الجو البارد. فبص بيقول لك ايه، ها بيقول لك the long ears also help the rabbit stay cool in hot weather، بتخليه cool في الجو الحر، or keep warm in cold weather، وبتخليه دافي في الجو البارد. so عشان كده long ears are very important، الودان الطويلة دي مهمة جدا للأرانب عشان يفضلوا على قيد الحياة، are very important for a rabbit's survival. وهنا حاطط لي الابوستروفي اس لان هنا اصل سيرفايفل بتاع الارنب، زي مثلا احمد ذا كار، احمد هنا مش بتجمع، هنا ابوستروفي اس للملكيه، هنشرحها بالتفصيل، احمد ذا كار يعني عربيه احمد، فهمني؟ منى's dress يعني فستان منى، a rabbit's survival يعني بقاء الارنب على قيد الحياه. بص كمان بيقول لي ايه، over time، وبمرور الوقت rabbits with longer ears become safer and healthier، ده كمان بمرور الوقت الارانب اللي عندها ودان طويله بتكون في امان اكتر وبصحه افضل، they could live for longer and have more litters، وكمان ده بيخليهم يعيشوا اكتر ويخلفوا ارانب صغننه اكتر واكتر واكتر. وبعدين وكمان they passed this trait to their offspring، وهم كمان مرروا الصفه دي في كل السلالات والذريات بتاعتهم، ان هي الودان الطويله والودان الكبيره. طيب and rabbits adapted to have long ears، وكمان الارانب ما بقاش عندها مشكله ان يبقى عندها ودن طويله ولا حاجه، ده كمان تاقلموا وتكيفوا مع الموضوع ده جدا جدا. على فكره مش بس الارانب، احنا عندنا هنا 6 امثله تانيين عن حيوانات بتتاقلم وتتكيف مع البيئه اللي حواليها بصفات تانيه هقول لك عليها دلوقتي. بص بيقول لك all organisms، كل الكائنات الحيه have to adapt، لازم يتاقلموا ويتكيفوا to their environment، مع البيئه اللي هم بيعيشوا فيها. بص بيقول ايه، all species، كل فصائل الحيوانات of animals and plants، وكمان النباتات
have their own characteristics, عندهم صفاتهم الخاصة, and behave in ways that help them to survive. بيتصرفوا بصفات معينة وخصائص معينة عشان يفضلوا على على قيد الحياة. بص يا سيدي بيقول لي this animal has long horns. الحيوان ده عنده قرون طويلة. وبعدين بيقول لي it's white in summer. بيكون لونه أبيض. الحيوان ده بيكون لونه أبيض في الصيف. ليه بقى؟ to reflect heat, عشان يعكس الحرارة, فما يبقاش يعني يتخلص من الحرارة الزيادة فما يبقاش حران. وكمان وبيبقى لونه gray in winter, في الشتاء. ليه بقى؟ to keep warm, عشان ايه بقى متدفي كده الدنيا حلوه معاه. ايه الحاجات الجميله دي؟ بقى كده مديني الصوره دي وبيقول this animal has developed a layer of fat to keep it warm. ان الحيوان ده بينتج حواليه طبقه من الدهون او من الدهن ده علشان تخليه دافي in cold climates, في الاجواء البارده او في الطقس البارد. طيب مديني الصوره دي بيقول this sea animal, ان الحيوان البحري ده can change color, بيقدر يغير لونه with its surroundings, بالالوان اللي حواليه. يعني لو هو مثلا في مكان كل حواليه لونه اخضر بيغير لونه للون الاخضر عشان البريدترز الحيوان المفترسة اللي عايز ياكله ما هو يستخبى منه ما عرفش ياكلوه. بيقول لك ايه change color with its surroundings so it can hide, وبكده بيقدر يختفي او يستخبى, can hide from predators, من الحيوانات المفترسة اللي عايز تاكله, and catch food, وكمان يقدر يحصل على الطعام بتاعه. بكده مديني الصوره دي وبيقول لي this bird has a large beak, ان الحيوان ان الطائر ده عنده منقار كبير. ليه؟ بيقدر ياكل كذا نوع, عشان يقدر ياكل كذا نوع من البذور مع بعض. So it can eat lots of different seeds, يقدر ياكل انواع مختلفه من البذور. وبعد كده مديني الصوره دي واضح ان الحيوان ده شكله شبه ورقه الشجر قوي. هنا بيقول لي ايه this animal has adapted, ان الحيوان ده تأقلم وتكيف قوي ان يبقى شكله ايه to look like a leaf, يبقى شكله شبه ورقة الشجر. So other animals do not eat it, الحيوانات التانية ما بتاكلوش لان هم بيفكروا ورقة شجر هياكلوا ليه. بعد كده الحيوان ده او الطائر ده this bird can swim a long way, بينزل على البحر يعوم مسافة طويلة. ليه؟ underwater, تحت المية, to catch fish, عشان يقدر ياكل سمك. بس يا سيدي دي كانت الكلمات والديفينيشنز والريد اند ليرن. وهنا كمان في الدرس ده مفيش جرامر, فدي فرصه كويسه جدا تخليك تراجع الجرامر اللي فات, لان الجرامر في لسن 1 كان طويل جدا. هستناك في اللسن اللي بعد كده تعمل الهوم ورك بتاعك, ولو في اي حاجه تيجي على جروب الفولوينج اب. باي.